لما اني اجي احكي واقول اكو فرق بين المقاتلين الحقيقيين اذا كان بالدفاع ولا بالداخليه ولا بالحشد، تمام، يطلع لي واحد يقول لي لا تجيب طاري فلان. والله العظيم هذول الابطال اللي قاعدين على الحدود واللي اكو ناس التاجر بيهم يتاجرون بابناء الحشد، اكو ناس يتاجرون بولد الحشد وهم لابسين ساعات رولكس وسيارات ومعامل ومصانع بروس. هذول الابطال والله العظيم شوفوا قاعدين على الفطور وشنو صار وياهم ذولا ابطال الحشد باوع. هذا جاي تعال على محمد شاطلي يفطرون ها يفطرون ما هو طلي يلا ويش ما ابو محمد ما الله يقسم الله ما يقسم اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وصوم غد نويت تانون ها ضربت خير واحد تعداو والله العظيم والله العظيم هذول يستحقون ان واحد ينحني لهم، مو واحد يدعي انه هو قيادي بالحشد وعنده معامل ومصانع باوكرانيا وعنده وراكب مصفحات وسيارات 2022 وهو ما شايف حدود محافظته كلها من المطار لاوروبا من اوروبا للمطار ويدعي انه هو قيادي بالحشد. هذول يستاهلون واحد ينحني لهم. أبطال.